دايور بعد ما حكى سي باسل ترجمان في الراديو اتصلت بولدو وخذيت معطيات يعني باش نقول لك عليها وفات، لكن خلينا نبداو من الاول. من الاول الزياره ليبيا، الزياره ليبيا وفات الموتيفاسيون نتاعها كانت معادله بسيطه، هو انه الصحافي الاستقصائي المتجرد والموضوعي كيما حاكم التحقيق بنفس الجهد اللي يبحث به في عناصر الادانه يبحث فيه زاد في عناصر البراءه، وزيد اون بلوس انا ما يمشيش باش يتهم واحد بالضبط، يمشي باش يلوج على حقيقه. وي وبيسك في عده قضايا ارهابيه في تونس فما خيوط كي كونفيرج في ليبيا، دونك بالنسبه لي معناها ان فونتازم تشكل لي اللي هو اني نمشي ليبيا، وجات فرصه بعد دعوه من حزب الوطن. دونك فوالا مشيت بور فوار في ليبيا شنو هو ليتا دي ليو. قابلت عبد الحكيم بالحاج مرتين قبل ما نطلع، اتصلت بالزميله الصحفيه ايزابيل موندرو من صحيفه لوموند بيسكو هي وقتها وردني انا انه قاعده تحضر في كتاب على عبد الحكيم بالحاج، هي وقتها مازالت ما نشرتوش من بيسكو سبقتني لسان ليبيان، كلمتها وشاورتها كنت بينه وبين روحي يقول او باش نخلط المطار من المطار باش نهبط الكاف. هكا. وفات كي شاورت ساعة ايزابيل موندرو قالت لي فازي، قالت لي تي اون تران دو فير تون ترافاي، فازي نو تو ليس با كونديسيوني و انكيت. دونك قابلت عبد الحكيم بالحاج مرتين. بعد الندوه الصحفيه نتاع طيب العقيلي اللي اتهم فيها بالحاج، بعد الندوه الصحفيه نتاع طيب العقيلي اللي اتهم فيها عبد الحكيم بالحاج، وبعد سورتو ان ارتيكل مزيف تنسب للواشنطن بوست، انا عملت اون بتيت ريشيرش اون فيريفيكاسيون بان دي سورس، اتصلت بصحفيه من واشنطن بوست الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد ابراهيمي في تونس. دونك سي باسل بطريقه بدائيه في مهنه الصحافه ما هبطناش الارتيكل بورتون بارتاجيناها احنا معناتها كانه حقيقي. ووصلت حتى معناها صحيفه ورقيه عندها نسخه الكترونيه بارتاجاتو. مي سايتي معناها الرابط مع ليبيا. بعد الارتيكل هذا حزب الوطن بعث لي دعوه من ضمن مجموعه اخرى، بون انا ما جيتي با انتريسي معناها شنو هو علاش طالعين، ولو انه اكتشفت غادي علاش طالعين، وحضرت على ريونيون بين لي زافوكا وبين وفد من حزب الوطن فيهم سي عبد الحكيم بالحاج، والمحامين معناها يلزون انتروجي كاريمون عبد الحكيم بالحاج، هذه شهاده للتاريخ معناها. دونك ما طلعوش غادي كيما سا سيركولي اللي طلب تكليف ولا اللي يكلف باش ياخذوا فلوس ويجيو يدافعوا على فوالا سا نا با مارشي كوم سا. باهي من بعد في ليبيا زرت دار ابو انس الليبي، تعرفت على عائلته في اطار لونكيت دو تيران نتاعي. من بعد فما عده خيوط كيما قلت لك في شبكات ارهابيه تونسيه تكونفيرجي في ليبيا، عملت اون انكيت دو تيران، توفرت لي حمايه سور بلاس، عبد الحكيم بالحاج قابلته مرتين، سيت ان بيرسوناج كاريزماتيك، يقدم روحه على اساس انه يؤمن بالمسار الديمقراطي، يؤمن بالفصل بين السلطات، معناها ان ديسكور بعيد على السلاح وعلى الارهاب، جموع معناها هذايا البريسونتي. بعيد على الماضي الارهابي نتاعه. فوالا، ولو انه حتى للدقه نوفل بالنسبه للماضي، كي جيت نعمق في البحث لقيت اللي عبد الحكيم بالحاج كان في افغانستان بيريود الافغان العرب. الافغان العرب معناها يعرفوا المختصين في الجماعات الاسلاميه، عبد الله عزام كذا، كانوا يقاتلوا ضد السوفييت، وكانوا مدعومين معناها انديريكتومون من بلدان الخليج ومن الولايات المتحده الامريكيه. عبد الحكيم بالحاج غادر افغانستان قبل ما يتشكل تنظيم القاعده.
وصار خلاف، وهذا معناه سر من الأسرار، معناه صار خلاف بينه وبين أسامة بن لادن، وخلاف كبير ياسر، ومشى لليبيا وعمل مشروع قطري، ولا خليني نقول مشروع معناه منحصر في ليبيا لقتال نظام القذافي. ويعني براتيكمون عمل عدة محاولات معناها اللي طاح بنظام القذافي. وقتها تشكلت الجماعة الليبية أو الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، هذا معناها الماضي متاع عبد الحكيم بالحاج. بعد معلوم معناها كيفاش توقف وتسلم للنظام القذافي وشد السجن. تبقى فما وثيقة، الوثيقة اللي عرضها السي طيب العقيلي في اليرفا في الكونفرنس نتاع اليرفا، الوثيقه ذي انا جبت نسخه منها. دونك تشوفوها على الشاشه. الوثيقه فيها انه عبد الحكيم بالحاج، ساعه الصيغه نتاع الوثيقه خليني نكون بلو بريسي، انا اتصلت بمصادر رسميه في وزاره الداخليه، قالوا لي الصيغه روتينيه في اطار التثبت من افادات، معناها يجي واحد ينقل معلومه ويلزم الوحدات الامنيه ولا يلزم المسؤولين الامنيين يحرروا المعلومه هذه، ومن بعد في الاخر يحطوا من اللوطه للتحري والافاده ولا للتحري والمتابعه. دونك للتحري انون با، معناها ما تبناوش الكلام بالضبط. هذا من شيره. من شيره اخرى في الوثيقه الافاده هذه تقول انه عبد الحكيم بالحاج يدخل خلصه للتراب التونسي، وانا جبت نسخه من الباسبور نتاع عبد الحكيم بالحاج مطبوعة فهمني بالطابع التونسي. ودونك دخل في اي بي، دخل في اي بي، دخل في اي بي وي هذايا من شيرة. دونك بالنسبة للماضي، انت قلت لي زاد الماضي الماضي الارهابي، قلت لي انا سميه الماضي الجهادي ولا الماضي القتالي بلوتو، خاطر الجماعه الاسلاميه الليبيه المقاتله ما تمش تصنيفها كجماعه ارهابيه. كان ضد الدكتاتوريه القذافي. دونك بالنسبه للماضي هذا، هو بيدو زاد حاس بثقل، معناها انا حكيت معاه عبد الحكيم بالحاج وقال لي معناها توا بعد تحرير طرابلس، داير كان عنده خطاب مشهور في باب العزيزيه وخطاب في بنغازي يقول فيه تو مرحله البناء وفيه القتال ونسي دو سويت. هو بيدو معترف اللي الماضي هذا نتاعو معناه يمثل ثقل، واو ميم طون معناها يعبر على نيته انه يتجاوز الماضي هذايا للمستقبل. تبقى نوفل انا في لي سوبتيليتي معناها بين ليبيا وتونس، فما ايكواسيون اخرى معناها عاينتها خلينا نقولوا في عوض، معناها خاطر ما فماش بينه تثبت، ما فما حتى بينه وحتى انديس، مش حتى بروف، انديس يثبت اللي عبد الحكيم بالحاج وراء الشبكات الارهابيه الموجوده في تونس. نقولوا فما تقاطع بين انصار الشريعه في ليبيا وبين التنظيمات الارهابيه ولا الشبكه الارهابيه الموجوده في تونس، هذا موضوع ثابت. فما تقاطع على مستوى افراد زاده، معناها ليبيين وتوانسه، لكن مش نقولوا انه عبد الحكيم بالحاج معناها وراء العمليات الارهابيه في تونس. باهي، هو جي في اي بي وقابل برشا ناس. ما قابلش كان حمادي جبالي، هذا مثلا المهم، انه وقت اللي يتقدم عبد الحكيم بالحاج انه قابل حمادي جبالي ولا راجل غنوشي، هذه تسمى جزء من الحقيقه، اما الحقيقه كامله انه وقتها جاي وقت ليبيا مازالت كي تحررت قابل ناس كل، شكون قابل مثلا؟ اكزاكتومون، هو كلمة يعني نقتبسها من عند صديق عزيز فهمني، هو انه نصف الحقيقة هي كذبة. كذبة. معناها وفات اللي زاروه في المصحة ما همش قيادات حركة النهضة كاو، أنا تو حركة النهضة معناها هذه مش تبرئة لحركة النهضة، معناها أنت تعرف نوفل أيه معناها الملفات اللي ديجا معناها خدمته مقبل معناها. كي وهاك مازلت باش تحكي، معناتها حكينا مازلنا باش نحكيو، معناتها مازال الضرب، أما حكينا شكون قابل آخر؟ قابل مثلا رشيد عمار، قابل رشيد جنرال عمار. رشيد عمار مش قابله، معناها جنرال رشيد عمار زاروا في المساحة وفات. سي كمال مرجان مقابله، الحافظ قايد السبسي وعدة شخصيات أخرى معناها من ضمن القيادات نتاع النهضة اللي زاروه في الكلينيك. به احكي لي تو ابو انس.